استغفر الله العظيم يا رب. اعمل ايه تاني؟ طب دي سابع شغلانه ما تقبلش فيها، سي في محترم وعملت كورسات وخدت، في ايه؟ طب ايه المشكله؟ انا زهقت، انا مش هكمل خلاص، جاي جاي ملهاش لازمه اصلا، سابع شغلانه ليه يعني؟ في ايه؟ انا مش هكمل خلاص، زهقت زهقت عشان ما اتقبلتش في سبع شغلانات. زهقت؟ انت فين من كلام ربنا لما قال ان الله مع الصابرين؟ كنت فين لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعذب من اهل مدينته وقعدوا يشتموه ويسبوه ويضربوه بالحجاره لحد ما رجله اتعورت، وقعد كده على جنب كده كان بيبكي من اللي كان بيحصل، وملك الجبال نزل له قال له لو انت تأمرني ان انا اطبق عليهم جبلين الاخشبين اللي حوالين المدينه واموتك منهم واخلصك منهم خالص، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا، ممكن يطلع منهم ناس احفادهم او اولادهم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وكان بيطلب لهم دايما الهدايه، كان بيدعي ليهم دايما اللي هم يتهدوا او ولادهم يتهدوا او احفادهم حتى يدخلوا الاسلام. كنت فين انت لما الرسول كان بيحصل له كل ده؟ كنت فين لما الرسول كان بيتاذي وكان بيتعذب وما كانش بيشتكي ولا بيقول اي حاجه، وانت جاي بتقول لي انا زهقت عشان ما اتقبلتش في سبع شغلانات؟ انت عندك كام سنه اصلا عشان تقول لي انا زهقت ومش هكمل؟ انت لسه يا ابني قدامك الحياه طويله، بدل ما تقول في مشكله عندي، طالما ما اتقبلتش سبع مرات يبقى في مشكله في السي في، في مشكله في الكورسز اللي انا المفروض كنت باخدها، ازود من الكورس شويه، ازود من مهاراتي، تقول لي انا زهقت ومش هكمل؟ قوم يا ابني كمل، لسه الطريق طويل، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.